شباب شوفوا السيرفر. اقول ايش فيك فرحان؟ شوفوا صار بنيلز. شلون هي؟ طبعا هاي ما صاير اول مره تصير ويانا. ضرب صبعه ضاع شلون دخل وصلنا للمستشفى والشرطي راح. صراحه اضحك عليه انقهر عليه بصراحه ما اعرف. حبايبي وصلنا الى موقع صيد اسماك السيلفر ومثل ما شايفين هسه اشتريت هذا كان كله حي ومات يراد الهواء تدرون انتو هذا السمك بدون هواء راح يموت. هذا طبعا الطعم المستخدم هو المينوز. اشتريت الدزن ب $7 هي كميه انطيكم اياها مرات حتى اقل من الكميه مالت كلاوات حتى هناك كلاوات يا شباب. السناره المستخدمه هذا الصيد سناره صغيره هاي ميديوم لايت الشص صغير بقاله صغيره الخيط نايلون كسرنا انا تاخذ وياي وهاي العده وياي اليوم عده كامله مثل ما شايفين خليها بالعربانه راح ننطلق الى مكان الصيد اكثر الصيد يبلش والله 8 على 9 شويه على البرود على الغروب يصير صيد مو طبيعي ان شاء الله اليوم نترس هذا خلف الكواليس جاي اصور نيلز راح اشوف لكم الصيد اليوم تابعونا هنا خلينا المعبور مال هواء يشتغل على الباتريات حتى لا يموتن قبل يكون حي يعني بالصيد افضل بس يعيش لانه شوي دايخات امونيا صاعدة من الماي ذاتس واي امونيا صاعدة للماي فلازم يرادي من الاكسجين نيلز ويانا هلا 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 اليوم اليوم هلسها اهلا ابو نيلز طبعا هذا مكان صيدنا السنارات هاي العالم هنا جاي صيد راح اشوف لكم رابطة ال شو اسمه الطعم مال السيلفر شوف انا شو مسوي خيط رابطة بهاي الطريقة شوف الشص هذا حاول يكون السيلفر لونه يعني رصاصي هيك ستيل فقاله جوا حاط طعمين مرات يوقع واحد والافضل انه بلكه تصيد سمشتين بضربه واحده هذا هنا المدور قفل مثل ما قلت السناره تكون صغيره حتى اقل ضربه راسا تسحب السناره وتعلق بحريقه لان ما راح تنتظر تاكل والصيد هاي يمشي هاي بس تنقر تسحب السنارة او تسحبون السنارة ابى اشوف المكان روعة قاعدة الهدوء وينك احلى من شيء هذا البارك راح تلقوه مكانه العنوان بالوصف وطبعا الموسم الصيد هسه بشهر الخامس خلص الخامس انتهى موسم السيلفر يلا خالد شباب شوف السيلفر شوف السيلفر من البحيره وين للترمس للكورة للثلاجه يعني المجمده هذا السيلفر شوفوا شفت عينكم وهذا الطعوم هاي الثقاله قلت لكم عليها سووا هاي الطريقه حتى خالد حاط له شص احمر لونه امشي الخيط يكون بلاستيك شلون هي شوف صار بنيلز قاعد اشيل الزرعه من الشص طبت بيدي خلينا ينظف الشص وبالغلط ضرب صبعه بعد شلون دخل بصبعه مره ثانيه وين رايحين للمستشفى مره ثانيه اللي بس شوفوه اكسكيوز مي اكسكيوز مي طبعا والشرطي كل عالم ودنا راح ياخذنا وين للمستشفى يلا نيلز رايحين نطلع الشخص من ايده الشرطي واقف لنا حتى ياخذنا للمستشفى مثل ما شايفين وصلنا للمستشفى والشرطي راح يعني وصلنا للمستشفى اول منزل هذا الطريق نيلز ها سلامات نيلز نسى ضغطه ما جاي يركض قاعد يهز من الالم خطيه صباعي السياره ما قفلته وين امرجنسي؟ من هنا امرجنسي؟ احنا ماخذين الامرجنسي روم
نيرز انت يعني هو الشخص بقدك يعني ليش تت... مو لقى اصبع كبير لقى قال لي هذا في دم زايد طبعا هاي ما صايره اول مره تصير ويانا حاولنا نطلع الشوص بس يعني داخل خوشي يعني داخل بصبعه بصراحه والمشكله مو انا ايش فيك فرحان ما اعرف ايش اسوي بصراحه اضحك عليه انقهر عليه بصراحه ما اعرف بس يعني الله يساعده جاي تاذى هو انا وصلنا للاستعلامات وجاي انطي معلوماته طبعا سالنا الشرطي تقدر تطلعها من صبعه قال شافه قال لا يعني مو شغلي هذا انه كان شيء داخله هوايه قال لازم تروح المستشفى احتمال يضربوا غبره احتمال يصير شيء ما نعرف بعد بس راح اشوفه يعني بكل الاحوال راح اشوفه اياه وش راح اصير وياه ما اعرف جينا نصيد جينا ندخل المستشفى بس الحمد لله نبي يضحك اوكي ولا واحد عنده قلب بس بفرك تدفع هيجي منه وتزحله بس ماكو ولا واحد عنده قلب هوايه داخل يعني تقريبا شوف ما باقي هذا مو هذا طاب زاويه اجي اشوفوها شوف ايش كبرها الزاويه يعني هو هذا ماتر كله داخل يجي هو فاي صعب وبيها بيها راجع هذا واحد شوف شلون داخل بصبعه فمشكله يعني اصبع جايب باب التعلاقات جايب تعلاقه جاي سفري اصلا طبعا يمكن السكناس تقول كان انت سحبتوه او جريته من الصبعه بس الافضل انه يروح مستشفى بما انه هو عنده ضمان صحي يعني يتعالج على حساب الحكومه وما راح يدفع شيء من عنده من عنده الشغله اسمها الميديكي الشغله الثانيه ما عندنا لا كفر يعني اذا طلعنا صبعنا رايد لك تعقيم فما عندنا اي شيء تعقيم فاول تالي راح يصير جراثيم نجي المستشفى وراسنا مرتاح والشخص هذا نستخدمه بالصيد وزريع وصافح ما تعرف ساعه يصير فانا الافضل يجي المستشفى يضربوا ابره التهابات حتى لا يصير بشيء بالمستقبل. واحنا حاولنا يا بس ما صار تم خفنا عليه على صبع عليه ينجرح اكثر لانه اول يقول لك لا اعصاب ما اعصاب فجست ان كيس المشكله انا ما جيت ارجع للصيد ما اريد ارجع للصيد هم على الصيد وخطيه همي للصيد خطيه غسان خلينا يتاخر الدنيا يلا هي غسان درس الصيد درس بعد البس شفوف صحيح تنتبه اكثر البس شف حتى من تستخدمون الشص وهنا دخلنا جوا التبوات طاب اللي هنا تقريبا هذا كلها طاب ما يبين ما قاعد يبين اذا شوفوش كبرى ديوان واصل هسه رحنا الغرفه حولنا الغرفه الثانيه فصوره هو هنا راح يسوي العمليه هنا الفاينل يلا هو جيت وياهم جابوه انا بصراحه اول مره اشوف هالشيء انا صاير ايش قدامي ما صار ايش قبل صيد انا بحياتي ما صاير وحتى هو حياتي ما صايره وانا يعني حاضر كلش من شغلات واعرف نفسي والبل دائما تشوف يعني بس ان شاء الله خير لا تدير بها لا فوق راح نرجع نصيد انا قلت لهم طلعوها حتى ارجع استعملها مرت لك وصلت خطيه جوجا دين جو ستريت لايك اي ثينك از كلوز تو بونز اور سمثينج لايك ذات يو ثينك اتس ستك ان يور بون ديد يو تراي تيكين ات اوت يا بو واز اون ذا فين اوكي We'll have to get an x-ray then, because it is very close to your bone. Okay. طبعا تقول احتمال ياخذوا الاشعة لانه قريب كلش على العظم. صار بيه اشعة. صار بيه طورت بس هو جاي تأثر طبعا. طبعا من الوجع زاد عند الالم ما صار يعني قام يتمشى هنا بالممر قمت احوص بين قوسين ما اتحمل بعد المشكله اللي صارت هسه حاليا احنا صارنا اكثر من ساعتين منتظرين هنا بالمستشفى وكل شيء ماكو هسه الشصه والهوكس بصبعه المشكله هسه شنو انتظرون نشوفون الورقه البيدي ضيعوها
حتى الورقه اللي كان بيده كان الاسم غلط، غلطانين بالاسم، ومع انه انطاهم اللايسن الاي دي. حظك اليوم، اليوم كل شيء ما قاعد يجي عدل، سبحان الله. يعني الاسم مو عدل، الورقه ماكو، جبت ابو الاكس راي ماكو، الورقه يدور على الورقه، والورقه ماكو مختفيه ما اعرف وين رايحه. وليم حظه ان شاء الله خير. يعني احنا نتمنى انه بس هسه طلعوا الشص من الصبح، كل شيء ما اريد انه ساعتين جاي ننتظر، كل شيء ماكو ساعتين قاعد احوص حتى الاصبع ورم الدم تخثر. بس اسئله، بس اسئله، ايش بيك؟ صار بيك؟ شلون صارت؟ وين رحت؟ شلون؟ ما ادري شنو قاسه وضغطه وما ادري شنو، اسئله، تدخن، تشرب، ما ادري شنو. طلعوا ها مستشفى امريكا يموتوا ويمشون بجنازته، وبعدين يقولوا ها امشي نطبق وقت تحليلات. الله يساعدك. خلف 16 ساعة متت وعشت. خطية خبلوه. وانا قاعد لهم شو يسوون، انا قلت لهم شو يسوون. ثلاث ساعات قاعدين جا ننتظر بالمستشفى وليسه. وانا قلت لهم شو يقصون وشو يسوون. لم يدور والله كذا. So do you see the one ring in the middle? Yeah. No, this might be too blunt. Okay, I got it. Can you hold it over here, please? Mm-hmm. طبعا نيلز وجه علمها شلون تقصها. You see over here, I can see. Oh. Oh, sick. Oh. Hey, how are we doing in here? Finally, the shots came. آخر شيء طلع الشخص. صباعي. من الناس وبقى باب التعلاقة. الحمد لله جتي. يعني شنو؟ يعني فوقها انا قاعد اقول لهم شو يسوون، فوقها انا اقول لهم شو يريدون. هو كان يقول لهم سوي شيء على ما شرعوا له اياه. يعني اذوني فور نو ريزن، اخرونا فور نو ريزن، بس المشكله انا قاعد اقول لهم. يعني هو المخدر وهاي والوجع مو طبيعي كان بالنسبه يمه. يعني انا مو بالجلد قاعد احس العظم، احس كله قاعد يتحرك يعني. يلا هذا كان فيديونا اليوم، وحاولت تنتبهون من الهوكس او من الشوس، انتبهوا من عندها. فريق كاميرا وبليز مالك علاقه معها، هو يقول لك لا تلبس شفوف، البس شفوف مهما يكون. وينصحكم تلبسون الشفوف والجلوفز. مع السلامه والله يحفظكم. نراكم في مغامره اخرى وبلوى اخرى ومصيبه لخش ما يكون. مع السلامه. واخيرا طلعنا من المستشفى. هسه طلعنا من المستشفى مثل ما شايفين. انا ونيرس طلع الحمد لله سلامات. سلام الله يسلمكم شباب، الله يسلمكم. رافعين نصيد مرت الاخر. يقول نرجع نصيد، انا لا بصراحه لا كذا ماكو شيء، رايحين للبيت ان شاء الله. طريق السلامه يكون لان تقريبا نبعد ساعه كامله. راح شلون صارت الدنيا، صارت حمراء وهو صار بيها. فهي اليوم طلعت صيدنا كانت مثل ما شفتوها، قضيناها بالمستشفى. يعني اعذرونا شباب، يعني كان فكرتنا نسوي فيديو حلو. شباب اعذرونا، فكرتنا كان نسوي فكره حلوه صيام فيديو حلو نصيد بيه سمك وين نسوي القعده. خطيه الشباب نصها قعده طفرت من ورايا، خربتهم. انا اعتذر مقدما شباب، والله مو صدق صوت الهوك، بس يلا غيرها بغيرها. وعذرونا مرت اللغة على التقصير. يكون مصر صوت الهوك على اساس هو اللي دخل بينا غير انت. وشغله ثانيه، شكرا غسان بقيت وياي هواي. يعني انا اعتذر حبيبي لان اخرتك وطلعت السفره، طلعته شلون اقول لك بالماء ولا بس شو اسوي. شلون عفك واحد يقول مصر شو يكون وياك ما بس بالصيد. وحررونا هسه جيله بالله معدله. والله بالله واصل بدون ما يشوف.